اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين وحلقه 11 من الموسم الثاني من برنامج شيف العراق. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا التنافس بين المتسابقين نار. تعالوا انا وانتم نتعرف على المتسابقين وراجع لكم. شيف قاسم العزاوي، وصلت الى المراحل الاخيره قبل النهائي، وان شاء الله احصل على المركز الاول بالبرنامج شيف العراق. أنا متسابقة رؤى، وصلت مرحلة ما قبل النهائية، وإن شاء الله أتمنى أخذ المركز الأول. نعم، رجعنا وياكم بعد ما تعرفنا على المتسابقين وشفنا الحماس بين المتسابقين، وكل واحد يريد يكون إنه هو الأول ويأخذ لقب شيف العراق. خلنا ننتقل إلى اللجنة التحكيم. مساء الخير عليكم. أول شيء ويا أستاذ ظافر، شلونك شيف ظافر؟ حبيبي. شلون شفت الشباب؟ والله بصراحة يعني الأمور هسه بدت تصاعدياً. نعم، إحنا تقريباً قربنا على المراحل الأخيرة من تصويرنا لهذا البرنامج. ودا لاحظ أكو ناس يعني كانت مو من المرشحين إنه يصعدون، والحمد لله بدوا يتفانون. كان مستواهم ضعيف وصعدوا. إيه نعم، فبدأ العد التصاعد مثل ما نقول. شيف نعم، شيف ظافر، اشو انا حاسس انت عندك احساس منو راح ياخذ اللقب؟ لا انا عندي احساس. اي وما ادري، احتمال احساسي يخيب او يصيب. احتمال يصيب، بس انا ما اقدر اعطيك هسه وتخميني، يعني بالمراحل الاخيره شوي راح يكون صعب. هي ما بقى شيء، هاي اخر حلقه، الحلقه اللي وراها نعلن النتيجه. اكيد، بس يعني انا اللي يمكن انا اكثر من عندهم قلق. نعم، أنا أكثر من عندهم قلق، لأن ذولا شباب وراح نعتبرهم شباب المستقبل، فأني قلق أكثر من عندهم. نعم، وأتمنى أنهم هم ما يقلقون، لأن صح ما وصلوا المراحل الأخيرة، وهاي مسألة تحدي أعتقد بينهم وبين هاي. بالتالي لازم يخافون، لأن المرحلة قبل الأخيرة أكيد مرحلة نهائية تعتبر. أنا اللي أتمنى من عنده أنه هو يكون صامد وقوي. صح، هو راح يكون قلق واحتمال يصير عنده اخطاء، بس انا اللي اطلبه من عندهم انه يكونون اقوياء بهاي المرحله. نعم، شكرا لك شيخ ظافر. اهلا وسهلا. شكرا. ننتقل للشيخ مفيد، شلونك؟ شكرا. شلون حبيبي، شوف الاجواء. شكرا سمير، شكرا حبيبي. والله الاجواء هي فعلا حماسيه، وتعرف انه هذه الحلقه ما قبل الاخيره. نعم، قبل كل خطره شويه. كلش خطره. لكن اللي بيها طبعا عمالقه ما شاء الله، يعني من الشيخ قاسم والشيخ رؤى، واللي صعدوا قبلهم الشيف احمد مالك والشيف مازن. اكيد يعني ما راح نقدر نحدد احنا بقدر ما نراقب الموقف انه منو راح يصعد حتى ينافس احمد ومازن. نعم، فالمنافسه قويه ان شاء الله، واني يعني انا دا اشوف الموضوع دا يصير حماس اكثر، دا نصعد حماس اكثر. بالتالي شيف مفيد هم الكل يعتبر فايز، اللي وصل لايش مرحله طبعًا يعتبر فايز طبعا. بس بالتالي منو راح ياخذ اللقب؟ بالضبط، لازم واحد، ما يصيرون اثنين. اكيد طبعا، الاول والثاني والثالث. اول ثاني ثالث. نعم، من يمثل العراق، شيف العراق الاول وشيف العراق الثاني وشيف العراق الثالث. نعم، هذه الحلقه الجايه ان شاء الله. اكيد تمام. شو رايك نروح ناخذ فاصل ونبلش الحلقه؟ يلا. اذا مشاهدينا الكرام، نروح فاصل ونكمل الحلقه. ورجعنا بعد الفاصل وشيف العراق. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما عودنا الشيف مفيد بكل برامجه على منتج ست البيت، انضم لنا للبرنامج ممثل شركة ست البيت أستاذ وحيد. مساء الخير عليك. مساء النور. شلونك؟ يا اهلا وسهلا. احكي لنا شوي على ست البيت. شركة ست البيت هي جزء او نشاط من مجموعة معالم البيت الحديث. نعم، مجموعة شركات. نحن عدنا بلشنا تقريبا. انت اسستوا 2016 صح؟ ايه اكيد. ايه، ونحن عدنا طبعا هي جزء، وفي عندنا كمان تطبيق اي، هي جزء من تطبيق اي. نعم، كمان شنو انتم منتجاتكم الموجوده الاجهزه؟ عندنا حوالي 190 منتج. ما شاء الله. اي ما شاء الله، يعني يكرم. كل ست بيت تحتاج ست البيت. اي اكيد. ننتقل مشاهدينا الكرام الى شيف مفيد. شيف مفيد، نرجع لك مره ثانيه، شلونك؟ اهلا اهلا حبيبي. هسه شنو نخلي المتسابقين يدخلون؟ اكيد طبعا. يلا، ساعة الصفر الان. نعم، ساعة الصفر. يلا متسابقين تفضلوا. يا هلا ومية هلا بيكم. شلونكم؟ شلون الاجواء وياكم؟ شيف مفيد
نعم لك المايك. شكرا جزيلا. شكرا سمير. رؤى وقاسم انتم المتنافسين الان، وكان المفروض وياكم طبعا المتنافسين الاخرين، لكن تعذر وصولهم بسبب الوعكه الصحيه. مو تمام؟ طيب من تتوقعون يفوز؟ انتم الان متاهلين الى هذه الحلقه، فراح تتنافسون انت وقاسم، لكن ما نعرف منو راح يفوز وياكم حتى يتاهل الى النهائي اللي هو يحمل لقب شيف العراق الاول او الثاني او الثالث. شيف قاسم جاهز؟ اكيد. شيف رؤى معنوياتكم شلونها؟ خلينا نبدي بالعد التنازلي. خلي عينكم على الطباخ والمادة اللي يمكم الغذائية كلها وش راح تحضرونا. خلينا نبدي بالعد التنازلي الآن، وأريد أشوف الآن حماسكم. 3 2 1 ابدأ. مرحبا. شو عم تعمل؟ ودي اسوي صوص للستيك. شو رايك بالجهاز؟ جهاز درجه اولى، يعني ممتاز جدا. حلو، كثير حلو. يعني بتنصح الناس يستخدموه؟ اكيد اكيد، جهاز ممتع يعني، وشغله كل جدا بسيط. شكرا كثير لك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. كيف كانت تجربتك مع الجهاز؟ كلش ممتازة، وجربنا أغلب الأجهزة وكانت تجربة ناجحة. ممنون منك، يعطيك العافية. وشكرا. الله يعافيك. شكرا. الله يسلمك. شكرا. رجعنا ياكم احبتي المشاهدين بعد ما شفنا حماس المتسابقين، وايضا تقريبا جهزت الطبخات مالتهم. الكلمه هسه يمشي في مفيد، يتوقفون لو يستمرون. يمك مفيد. شكرا جزيلا. شيف قاسم، شيف رؤى، اللحظات الحاسمه والاخيره، اما شيف قاسم يصعد او شيف رؤى يصعد. خلينا نتوقف شوية، أوكي، نعطيكم كم ثانية. 3 2 1 ستوب. أرجع لي ورا. توقفنا هسه، ننتظر المتسابقين. نبلش برؤى. رؤى، قدمي أطباقك للشيفات الموجودين على كيفش، لا توقعيهم والتعب كله يروح. نعم، هذا الطبق الأول والثاني. نعم مشاهدينا، خليني أتقدم يم الشيف مفيد والمتسابقة شيف رؤى. شلون شفاء؟ الحمد لله. شلون المعنويات؟ الحمد لله. تمام. القرار يمك يا شيف مفيد. تمام. طبختي. شيف رؤى. نعم. احكي لنا شوية على أطباقك. سويت برياني. أوكي. بس البرياني شوي بطريقه مختلفه، هو سموك يعني مدخن. أوكي. سويته وشويه ضفت له بروكلي. شلون دخنتي؟ دخنته هي فحمه احطها. أوكي. على النار، يا اما احطها في سليفون يا اما احطها بكاسه. خليتيها في سليفون؟ لا كاسه. اوكي. وحطيت شويه زيت وقبقت الجدر وصار سموك. حلو. زين هسه راح نشوف النتيجه. اكيد طيبه او لا. اي انا شفتها بصراحه شكلا غريب جدا، يعني اول حلو. مره برياني تقدم بهالطريقه، لكن خلينا نشوف. هي تقول بطريقتي وبطريقتي، خلينا نشوف طريقتها. اوكي. مختلفه.
ايش تتوقعي راح يكون طيب؟ ما ادري. توقعاتك؟ ما ادري. اوكي. انت مو طابختها قبل ولا لا؟ اي. شو يقولون عليها؟ طيبه. طيبه خلينا نشوف شيف مفيد لان شوي اختلاف. شنو شوية؟ اختلاف. اكو بيها اختلاف؟ هي المشكلة انه الكل تتذوق بس لما يجي شيف اختصاص يتذوق الاكلة. صحيح. لا هنا أنا لازم نوقف. صحيح. النتيجة تكون خطرة. صح. بشرنا شيف مفيد. ملوحة تمام؟ لا لا. البهارات؟ كل شيء تمام. هذا الطبق اللي اسمه برياني بطريقة شيف رؤى. مو؟ مدخن برياني مدخن. زين. الحلو شنو الطبق؟ شو اسمه؟ هذا بولينج على الطريقه الجديده. بولينج بولينج هاي لعبه البولينج. لا بودينج. بودينج هاي طريقه. انا سمعتها بولينج. طريقه هسه صارت ترند جديده. جديده؟ اي يلا هي احنا زمن الترندات. طبعا الشيف مفيد ياكل قدامي. المفروض انا هم مات المقدم هم الذواق. نعم. البسكويت جاهزه؟ اي هاي يعني هيك للتزيين. بس تزيين. بس عشان طبعا هسه تنسحب رؤى؟ والله يعني منافسه هي اكيد. هسه نشوف راي شيف ظافر. خلينا نشوف راي شيف ظافر. شيف ظافر يمي تشمش تعال هنا تعال. اوكي نبقى هنا احنا. اي شيف رؤى. نعم شيف. الطعم نعم. طبعا البرياني الهندي مو هذا طريقته اكيد. قدمتيه بطريقة ابتكارية. أي. يعني خلينا نقول إيه رأكت. أنا لاحظت شغلة. نعم. هو البرستيشن والصوص اللي ضايفته اللي نعم. هو الصوص أو الكيتشب. نعم. حتى البرستيشن مالك لما نسويه. نعم. بحيث الصوص الموجود بالماعون يتناسق ويا طعم الطبق. نعم. يعني مثلاً أني كطعم عندي البرياني أوكي تمام، لكن أني لما أجي أكل وينمزج عندي الصاص أو الكيتشب اللي أنت مخليته راح يتغير طعم البرياني. أي أنا العفو شيف أنا حاطته فقط للتزيين. ماكو شيء اسمه التزيين. هو الخلط. بالماعون. بالماعون الماعون ينوكل كله. أي يعني أني من أجي أكل هاي نقطة. نعم. النقطة الثانية المفروض البروكلي ياخذ استواء الخارج الاكل. ها اللي خارج الاكل لو حتى البرة. البروكلي البرة حطته للتزيين. اي هو حسب عليك بعد. اما كطعم أي. يعني اني افضل مره تلاخ من تشتغلين اي تنتهي بهين لهاي النقاط تمام. انه بالتزيين مو اي ماده اجي اخليها المفروض تمام. يتجانس الصوص ويا الطبق اللي او نوع الطبخه اللي انت مسويها تمام. هاي نقطه. هاي بالنسبة للطبق الحلو شيف ظافر. الحلو نعم. تعذريني هذا رجل شيف. اي تمام. اوكي هذا مو البودينج. لا البودينج مثل ما انت عرفتي وطيتي للشيف. هي قالت الترند. لا الترند هاي طريقة جديدة أجنبية. اي على اساس بودينج. انت قلتي ترند. هم يسموه هو يسموه بودينج بس. هو يسموه يعني شلون نقول مثل التراي فولت بس بصورة مختلفة. انا اللي افهمها انت قدمتيه بصيغة بودينج. ايه اني البودينج مو هيك غير الاسم. اني هو اسمه هو كي يعني شلون يصير مثل ترايفل بس الاجانب هسه ترند جديد نازل حديث. نعم. سووه انه هاي الطريقه مالته يعني هسه لو تشوفون الترندات فعلا كل هذا الترند يختلف على الاسم. هسه انت ما حفظت لي اسمه. لا اسمه هو مثل الترايفل بالكيك بس. يعني اسالك هو ترايفل لا لا مو مثل الترايفل بالكيك. آه. بس اني مسويته بودينج. اعقب ليش اقول لك هذا حال شوكليت ترايبل. ماكو شيء اسمه ترند. هذا نشر الطبق على أي. اساس هو كان منسي وجو على اساس ابتكروه. ماكو شيء جديد أي. صراحه انت شابه. نعم. ومستقبلك قدامك. نعم. يكفي انت هاويه وما عندك ممارسات سابقه لكن ابدعتي صراحه. شكرا. ابدعتي تعبك وصولك لهاي المراحل. شكرا. انا من كل قلبي اشكرك على الطريقه. وانت اقول بعد اكو امور لازم المستقبل العاجل يفهمنا. اكو شيء اسمه شيف اسمه رؤى برز طلع ان شاء الله. فهذا اللي اني ارجو منه ان شاء الله. بوجودكم شكرا. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا
وايضا استذوقوا الشيف مفيد والشيف ظافر اطباق الشيف رؤى. نستقبل الشيف قاسم. تفضل شيف قاسم، خلينا نشوف الاطباق اللي قدمتها اليوم واللي اشتغلتها واللي تعبت عليها. حلو شيف مفيد من يكون الشيف جاي متحمس يريد ياخذ لقب. طبعا يعني تشوف الاشكال والمناظر كلش حلوه. تعال يمي شيف قاسم، شلونك اول شيء؟ حبيب قلبي شلونك؟ الله يسعدك. الله يحفظك تدوي قلبك. خلينا نشوف اول شيء، اعطينا اسماء الاطباق مالتك. تريليتشا هذا تركي. نعم تركي طبعا، كيك بارد. نعم والستيك قدمته بطريقه مختلفه كلش حلو حبيته، بس الكميه قليله ما تكفيني انا داري. لا مو هو الكميه قليله كتزيين، انا طبق احتراف لازم ينزل هيك. تمام خلينا نشوف شيف مفيد. شيف قاسم حبيبي شلونك؟ بعد قلبي شلون اخبارك؟ تدوي قلبك. انت مبدع بالبرجر ولا شاورما؟ اكيد. اي لا مو شال، لازم انا شيف لازم كل الاطباق لازم اصير محترف ان شاء الله. يلا شوي احكي لنا. شيف هذا ستيك سويته سلايز بسيط، وهذا خبز التوتيلا حمصته ودخلت دخلت بيه الافوكادو، صوص افوكادو والصوص النعناع والباربيكيو. اي النعناع والافوكادو يتناغم. اي اوكي بعد شنو؟ وهالكافيار للتزيين. الكافيار دا اشوف. ايه يلا للذوق شيف مفيد. اكيد. ورايك الجميل تتوقع ايش راح يكون بيناتنا؟ لا هذا متاكد من نفسك؟ لا مو انا اكيد متاكد من نفسي، بس شوفات عمالقه ما اقدر انا ما اقدر اقيمهم. تدري كل من وذوقه. اي اكيد اكيد. شفتوا راح اصحصح اول شيء. الأهم شيء صلصة، لأن هي تعطي طعم لل. ذكرني بطبق اليالكي بولك الروسي اللي هو السندويشات الكافيار. إيه. فقريب جدا إلى الكافيار الأحمر والأسود، بس أنت مقدمه بطريقة نوعا ما غريبة. تعذيب هذا. إيش هون؟ خايف؟ لا اكيد. قلق؟ يم الشيفات عمالقه يعني. خايف خايف؟ شيف ظافر وشيف مفيد مو هسه اشوف النتيجه. اكيد. عندي اشوف شيف ظافر مستمتع بالاكل. اي. انت منين تخاف اكثر شيء؟ شيف ظافر ولا شيف؟ هم اثنيناتهم كبار يعني ما اكيد؟ اي اي. نعم. اساتذه. الحلو؟ جرب الحلو. بدنا ننطي النتيجة. خطورة بالموضوع. ها. ايش خوفتني انا خفت. لا ان شاء الله ما نخوف. انا اشوف شيف ظافر مستمتع بالاكل. انا راح انتقل لشيف ظافر اخذ نتيجته لحد ما تكمل شيف مفيد. شيف ظافر. امامك المتسابق قاسم. اعطينا رايك بالطبق الرئيسي اول شيء. طبعا الشيف قاسم اول شيء من المثابرين بالبرنامج. نعم. وصعد لهاي المراكز بامتياز. نعم انا راح اختصر الحديث. نعم الطبق الحار مالته والصلصات الموجوده بالطبق كلها متجانسه من نوعيه اللحم. حلو لكن اعتراضي لكن هي لكن تخوف شويه. اعتراضي بشغله واحده. وهي وهو العجينه المستعمله. انا اعتقد مره لاخ اصور لو يستعمل عجينه الميلفوا هي اللي عجينه الفرنسيه. نعم راح تضيف نكهه وتجانس ويا الطبق اكثر. نعم اما باقي الطبق شيء حلو. حلو طبقة بالنسبه للصلصات متناسقه بيها. ما راح اسال طيب شنو الصلصات اللي مخليها، بس انا من ذوقت لقيت الصلصات متكامله. طيب والحلو؟ الحلو هي. الحلو اعتبره كيك عادي. اوكي ضايف له اعتقد لو شويه الصوص مغير من عنده مسوي مطي طعم اكثر لو شوكليت كراميل زايد او شوكليت يستعمل او صلصات جديدة اللي طلعت صلصات الحلوة. نعم. النعناع
الصلصات مال الفواكه الجديدة اللي هسه بدت هي اللي ترند الحقيقي للمطبخ. حلو. بس عموما عاش ديك. عاش ديك. نشوف شيف مفيد. والله عسري عمود ننطي النتيجة. انعجبت بالطبقين بس ملاحظة شيف ظافر فعلا. نعم. انه اللي هو باعتبار الالف العجينة. ورقة. عجينة الالف ورقة يعرفها يمكن شيف قاسم اللي هي طبقات. تفتح الزبدة. صحيح. كانت يعني أنا بالنسبة مو اشتغلت شيف. يعني أنا مهتميت بصراحة للعجينة. فدوى قلبك. أنا اشتغلت بالموجود. لازم أنت كل شيف يشتغل بالموجود طبعا. لازم يبدأ. طيب الحلو. هو يعني بدون ما أذوقها بس شفتها شكلها عجبني بصراحة. يعني هو شكل حلو. شكل تغلب عن. شكل أساسي ومهم. أنا حبيت الحشوة. مهم. رغم ما كان البصل شوية كان أكثر حدة بالطعم البصل. نعم. بس بصورة عامة الطبق الحلو أيضا حلو. الحلو شيء عجبتني بصراحه. اذا بعد ما سمعنا مشاهدين كرام راي لجنه التحكيم راح ناخذ فاصل صغير ونعلن النتائج. خليكم معنا يعني. نعم مشاهدين كرام رجعنا واللحظه الحاسمه لحظه اعلان النتائج. منو حيكون ويانا الفائز او الفائزه اللي راح ينتقلون الى المرحله الاخيره وياخذ لقب شيف العراق؟ بس قبل لا راح اعلن النتيجه ننتقل للاستاذ وحيد. شلونك استاذ وحيد؟ الكل تحكي على ست البيت تقول متينه، شنو قصتها؟ احنا عندنا صنف بنوزع منه بالسوق اسمه نعم. هاي لبرون. نعم. هذا الصنف هو اقوى صنف عندنا. تشكيله من 190 منتج تمام، طبعا مع ضمان قوي لمده سنه. وبالنسبة لهذا الضمان عندنا الأدوات كلها حاصلة على امتيازات عالمية وجائزة جي اس للجودة، وبالتالي كل بيت محتاج ست البيت. شكرا لك. طبعا معنويات الشباب دا اسمع دقات قلبهم دا اسمعها، اكيد حيكون ويانا بالمرحلة الأخيرة الفائز أو الفائزة. نعلن النتائج هسه وبعد ها قاسم. طبعا مشاهدي الكرام مشاهدي برنامج شيف العراق حتنتقل ويانا أو حينتقل ويانا للمرحلة النهائية واللي حيتنافس على لقب شيف العراق هو أو هي. طبعا ما اريد اتعبهم لان هم تعبوا بالطبخ. الفائزه ويانا او الفائز اللي انتقل للمرحله الاخيره الشيف قاسم، مبروك عليك. شكرا لك رؤى، هارد لك، ان شاء الله ننتظرك بمسابقات ثانيه تفوزين ويانا. شكرا لك. شكرا لك قاسم، حضر نفسك للمرحله الاخيره. اذا ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام احب اشكر لجنه التحكيم شيف مفيد وايضا شيف ظافر. شكرا لكل الكادر الموجود خلف الكواليس من المخرج الى المصور الى الاضاءه الى الصوت. لهنا انتهت حلقتنا وياكم من شيف العراق. انتظرونا بالحلقه الاخيره. الى اللقاء.